صلت 20 سنة خلص هلا هيك لسه في حواجز ثانية؟ لا آخر حاجز العشاء آخر حاجز تعرف المرشي ما هيك معلم؟ طبعا ايه تماما انا بدي اروح ناحية صحة المرشي ايه بيتنا بالمرشي ايه يلا فريدة بس اوصل بحكي معك ما بعرف هلا انا اشتريت يونت ثاني قديش ممكن تخلص ما بعرف اوكي يلا باي ايه بحكي باي 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 مع السلامة ايوه بس شكرا الحمد لله على السلامة يا استاذ الله يسلمك شكرا ولو اهلا وسهلا
كأنه باسبورك جديد استاذ؟ ايه جديد صح. كأنه أول مرة بتسافر فيه ما هي؟ ايه هذا لأنه أنا باسبوري القديم انتهت مدته، طلعوا لي من السفر جديد، في شيء غلط؟ لا لا أبدا ما في شيء، بس إن شاء الله يكون فعل خير. ما فهمت. لا مو قصدي هيك شيء يعني، بس يعني إن شاء الله يكون فعل خير بما إنه باسبور جديد وأول سفرة ويكون عليه ختم دخول سوريا. بس ما في شيء يعني، معك هوية ما هي؟ ليش جواز سفر ما بكفي؟ لا بلا بكفي، بس بتعرف يعني دولة وإجراءات وإجراءات. شرح هون في انترنت ما هيك؟ ايه طبعا في 4 جيجا وفي 2 جيجا، بس انا رح اعطيك باسورد ال 4 جيجا. تفضل استاذ تفضل. 4 جيجا قصدك ميجا؟ ايه ميجا عفوا. خلص السفر بضل معي ما هيك؟ ايه خلص خالصين. احلى شكرا شكرا. الو ايه معلم، هي اخذ الغرفه 109. ايه ورقم الارضي نفسه نفس رقم الغرفه 109. The same deal? No, we will accept his condition, what he chooses to translate, and we are ready. Again, we will need his approval one more time. Wait me inside. We'll discuss the deal in a few minutes. Okay, thank you. Dina, this is urgent. فريدة. الو ايه 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 فريدة ايه انا بالشام. ايه الجماعة تمويلا ابصر منين جاي، ما بدي اشتغل مع منظمات من الشكل فريدة فهميني. فريدة هذا حديث بيكون فيه سياسي وما سياسي من وراء، ما بدي عليها العلاقات. لو بدي اخسر مالي شيء، بدك تربحي لا غيري. لكن شو قصدي؟ حكيني حكيني سكايب هلا وبلا الحديث. بتحكي سكايب لا تحكيني هيك. يلا لكنا يلا يلا يلا.
ليش هيك عم تغيب الصورة نجيب؟ النت ضعيف يمكن. ليش ما رحت لبيت أهلك؟ ما قلت لي. بيت أهلي ما يعني رحت بس ما فتت صراحة، ما معي مفتاح. معقولة تنزل بأوتيل؟ في شي نجيب؟ شو بدي أكون فيه يعني؟ في شي تهديد عليه؟ تهديد هو الشي الوحيد اللي شفته هون لهلا، طبعا مو بس علي، حتى على الهوا وين ما كان. يعني ما في حدا بده يأذي حدا هيك بشكل مباشر، بس يعني كل شيء بتحسيه هيك الواحد، ما بعرف البلد شلون صايرة، ما أدري العتمة والليل، ما بعرف كيف صايرة الشام شكلها، ما بعرف فريدة، عن جد ما فيني أوصف لك هسه، ما بعرف. صار شيء معك؟ قصدي شيء بيخوف؟ لا 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 أبداً، لا، شيء بيخوف لا، شو بيصير؟ ما صار شيء. البيت مراقب؟ لك شو صار بيتنا سبب الأزمة لك فريدة؟ شو هيك؟ حاسة في تفاصيل مخبية عني، ما عم تحكي مثل ملازم، ما عم تفهمني ولا عم بفهم عليك. ببساطة أنا ما قدرت فوت لبيت أهلي، ما قدرت صرت لباب البيت ها رجعت، ما قدرت دق الباب وفي أحدا، ما قدرت. ليش؟ 20 سنة هاي اللحظة تبع إني حدا يفتح لي باب بيت أهلي وشوفهم ويشوفوني، ضليت أحلم بيها 20 سنة، وكل يوم كانت تجي على راسي هالفكرة هاي، حتى بأحلام اللي قطر بصدقي إنه انفتح الباب وشفت أمي قدامي هيك وهي شافتني. يعني لك هلا كيف شكل أمي؟ ما بعرف يعني، بشوفها على سكايب بس على يعني على الطبيعة غير، ما بعرف. تخيلي إنه هاي الثانية تبع إنه انفتح الباب وشافوني وشفتهم فيها كل هالأسى، تخيل. شو فكر حالك عم تكتب رواية نجيب؟ شو هالأفكار؟ لك شو بيعرفني؟ ما بعرف، شوية جنان سوري يمكن، صار له زمان شي 20 سنة مخبئين. الجنان ما له جنسية. ايه الحمايك، حلو الجنان ما له جنسية. تخيلي لو بيطلعوا مثلا جواز سفر موحد لكل مجانين بالعالم كله بكل الدول، فكرة كم واحد بيباع جنسيته؟ انت أول واحد رح يسقطوا عنك جنسيتك. المهم شو رح تساوي؟ فهمني. رح أقول لك، بدي إياكي الساعة 10 بتوقيتنا، يعني تبعتي مسج مكتوب فيه أنا نجيب رح أتصل الساعة 10:30 سكايب. إيه؟ لمين الرقم؟ لأمي. باي حبيبي، الله معك. خليك حد اختك ليجي الباص. ايه يلا باي. امي كم مره بدي اقول لك ما بدك تبطلي هالعاده؟ امي كم مره بدي اقول لك انه انا بحب اجيب اغراض لبيتي؟ بعدين مشان الخبز انا بحب اكل ممتازه، اول امبارحه ما قدرت اكل ولا لقمه من اللي جابهم جوزي. والحل يعني انك تروحي توقفي على الفرن والطاحشي؟ طب بلكي حدا شافك. والله شو هون فكرتيني عم بسرق مثلا؟ بعدين انا لما بروح على الفرن بكون فاضي ما في حدا، بعدين امي كل ما عجبه لا ياكل. مين؟ رقم اجنبي بس عم يقول انا نجيب يا على 10:30. يلا امي روحي وصلي الجنة.
كيفك ماما؟ الحمد لله من الله بخير. وين كنت غاطت كل هالأسبوعين؟ كنت عم أجدد جواز سفري، يعني زوار وطوابع وموافقات و... يعني في شوية كبيرة. عم فكر أرجع الشام. بس عم تفكر أمي؟ يعني تعرفي أمي في هي شغلة بتاخد وقت أمي، فيها إجراءات وهيك شيء. وإمتى النية؟ يعني ماما أنا بالشام. الشام؟ أمي أنت بالشام؟ ليش ما خبرتني؟ ليش ما جيت فوراً على البيت؟ أمي أمي عرفنا عم نستناك على الدقيقة والثانية. خلص أمي هلا هيك صار. يعني ما بعرف ما قدرت أجي على البيت دغري. بتصدي أنا وصلت لباب البيت ما قدرت فوت على البيت أمي. ما قدرت ما خلص ما حتفهميني أمي. وين نايم؟ تعال فوراً. قديش بدك وقت لتوصل أمي؟ قديش بدك وقت؟ أمي بدي أطلب منك طلب، معلش شوفك برا، ما بدي يجوع على البيت دغري. وين بلاقيك؟ احكي أوام. أنا من غير شي جاي على بالي، أشبع منك ضرب. شو هاد؟ تركتني صغير ورجعت الليل. جاوبني بس ساكت احكي. امي تعال Thank you.
شبك أمي؟ أمي هاي الريحة وهذا الهواء هون نفسه كنت شمه كل ما كنت أحلم وقت بدي أرجع واقف جنب باب البيت نفس الريحة ترجع لي نفس الهواء ذاكرة تاح وأنا نفس الشيء ألف ألف مرة كنت أتصورك وأنت عم تفتح الباب وداخل أغمرك وضمك مات مرتاح بس كان حسرة بقلبه إنه يشوفك. أنا سهلا تعالي ورجيك تعالي ورجيك على البيس قطة شو وينه؟ عم يتحمم يعني عن جد اجا؟ لك ايه معقول مزح بهيك قصة؟ ايه والله ماني مصدق حاسس حالي بحلم شايف؟ الحمد لله على سلامته الله يسلمك كنا هكلانين همك كيف بدنا نسافر ونتركك لحالك يلا منيح منه انه اجا ان شاء الله انت بتشيل هالموال من راسك وبتعقل مو اذا فرحنا برجعة نجيب ننساها لآنا ان شاء الله الله بيفرجها وبيفك اسرها من تمك لباب السماء يا ستي هذا صغير لازم تغيري له ثيابه بس لا تحمميه لانه اخذ ابره قال ما بصير يلا عن اذنك مرت عمي طيب خفي ايدك امي لازم نمد السفره شايفه حظاته اخوكي ما احلاهم اكثر من مره ترددت انه اعمل محاش يلا امي بلشي انت انا رح اجيب غيار لصغير وبلحقك يلا شام شام هي البلد الوحيدة بالعالم يمكن الواحد بيشتاق له وهو فيها شو عجبتك البيجامة؟ صارت غسلتها وكاويتها شي 50 مرة يا أخي خياطتها كنت تشوفك فيها
ومن ايمتى بتعرف؟ من ايام السجن. ايام المنفرده. ليك لبستها. حابب تستفيد فيهم قرشين مناح ولو يا حجي عم بقول لك طابو كرت اخضر وبتعرف انا ما بجي غير واقف. ماشي، مع السلامه. شو الاخبار؟ عرفت شو صار مع بنتي يوم الحادثة؟ وغيره؟ ما في شيء. شو رح تستفيدي؟ شغلة مو شروة بيت لقطة لحتى استفيد. عجيب، وينك ماما؟ عجيبة هالدنيا، رجعت نادي لك بالصوت العالي. شو جابك على هدول هلا؟ اترك من ايدك وتعال غدا. وين مفتاح الخزانه؟ قالنا الله يرجع بالسلامه. كانت تعتني بخزانتك كثير. بين يوم والثاني كانت منظفها وترتب لك اغراضك. من سنتين اخذتها على النجار ونفضتها نفضه مرتبه. وغيرت القفل، تركت مفتاح معي ومفتاح معها. أعطيني كرم عينك، بس بعد الغدا. طب مسبيني لاحق. خلص لاحق. يا ابني يا حبيبي، بيت اختك عم يستنوك على الغدا. صارك لاول مره بدك تشوفه وتتعرف عليه، وحلو ينطرك. يلا.
تحب الباذنجان أكثر؟ لا، تغيرت شوي. مع أنه فضل الباذنجان، بدك تزعلي؟ صح وأنا. كل شيء من إيدك طيب يا منجي. أنت بأي صف خالو؟ رابع خالو. رابع. أنت على حلاوتك يا خالو، لازم تكوني دائما الأولى بالصف، أنت الأولى؟ إيه خالو. أبداً. وأنت؟ أنا عزيز الصف كله خالو. عريف كمان. يعني مو طشي الاول مثل امه ابدا. لا وانجليزي اوكي بي. شو هالاشاعات اخي؟ هلا بيسدوا الاولاد. ايه اخي ابو عنا، شو مقرر تعمل هلا؟ انا بقصد مشان موضوع عنا، اذا بدك اي مساعده انا جاهزه وباي وقت. شو بتعينك بس هلا واصل. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ليش ما عم تاكل أمي؟ ليك عم باكل، شو عم باكل ها؟ قصدي مو هذا الأكل اللي أنا بعرفك بتاكله، مثل هلا بتكون مخلص الصحن الثاني وبتسكب الثالث. ولساني عند حسن ظنك، لا تقلقي، هلا بتشوفي العجب. صح وأنا. بس اللي اختلف بعد كل سنين لما نجيب إني الأكل اللي بحبها صرت أكلها على 100 مهلي. لك شو اسمه هذا الشاعر اللي كل ما يروح يزور سته بالريف وبالطعميم مربى بيستشعر بجيب صور الشعرية وبعد بفكر وبيطلع معه عوالم غير شكل؟ تذكرته بس اسمه رايح عن بالي. مهم شو يعني اخي؟ كنت عم اقول انه اول شيء بيستحضر فكرة البلد والمجتمع والناس هو الاكل. عندك مثلا اكل الست النجي. افتح الباب. هذا الأكل على سبيل المثال، النكهة لحالها بتختصر لك طعمة البلد، خصوصي وانت بالغربة. والله يا ابني الدنيا كلها ما في أحلى من البلد. ماما في أمن على الباب، قالوا بدو خلونا نجي. شو؟ خليكن عم تكملوا أكلكن، أنا بشوف مين. مين أمي؟ شو في؟ ما بعرف، علمي قلبك ومشوف. وين رايح؟ فوت لجوا من اللي ما نكهون. ما بس يدني شو اللعبة القصة؟ خلص خليكم نادين. إجا روتيني ما في شيء، خمس دقايق فنجان قهوة بيرجع. أنا نجيب سلم. بس معلش تفهمونا شو القصة؟ يعني دخلت من المطار نظامي وختموني الباسبور نظامي ودخلت طبيعي. عنا فكرة، إذا بريد لتعطلنا أكثر من هيك. وهلا أمي؟ لك أمي شغلت فنجان قهوة، ما سمعتي؟ الله شو؟ فكرني غشيمة عنه؟ نجوى سنية ضربها وهي إذا صار أي شيء تتصلي بهدول. شفت شلون مو بس فنجان قهوة؟ أمي هي من باب الاحتياط، باب الاحتياط، لا تنسوا تقيموا هدول. أصلاً أول ما شفتهم هدول قمطني قلبي وعرفت إنه مش يمكن مشان هيك أجو. شو دخل لك أمي؟ شو دخل؟ لك شو دخل؟ هدول الكتب أنا بعرفهم منيح، بس يطلعوا بيحضروا واجبهم. شو الحكي هذا لك أمي هلا؟ أصلاً اليسار كله نحل. بس إيه كلام أمك مزبوط، كل البلاوي اللي وقعت على راسك من تحت راس هدول. نحس يا سيدي، على الأقل عليك. كمان أنت مين؟ أنت مديرة مدرسة تحكي بالنحس؟ نجيب شو صار معك؟ الشباب استعوقوك. يلا يلا جيت. شو نفس السيارة لسه ما غيرته؟ عفوا؟ لا قصدي هاي السيارة اللي نطلع فيها؟ ايه هي، تكون مو عاجبتك. جيب لك سيارة ما تزيد لك نطلع فيها. اطلع اطلع. يلا مرت عمي خلينا نطلع، إن شاء الله شغلته بسيطة، لو كان على شيء كانوا أخذوه من المطار. هذا اللي مجنني.
زعلش ليش خلوه يفوت؟ ابني خلينا نلحق بلكي نعرف وين. مرت عمي الشغلة مو بهالبساطة. خلص أنا بوعدك أحكي مع كل العالم اللي بعرفه وإن شاء الله ما بصير غير كل خير. خلص توكلي على الله وطلع. شو بنا مرت عمي؟ سبقني أنت هلا بلحق. شو رح يساوي الشرطة بخاله نجيب؟ ماما قومي لعند أخوك على الغرفة أوام يلا، ما بدي أسمع صوتها. حاضر ماما. رح أحكي مع أبو جمال، أكيد بيقدر يساعد بشي. أبو جمال؟ حبيبي هذا بيكون نسينا، بعدين ما رح يعمل شي بدون دفع الحساب. بنحكي معه شو خسرانين؟ شو خسرانين؟ خسرانين الخجلة وسواد الوش. هدول أرقام أعطاني إياهم نجيب، نقلني لشوف. 3-3-2-4-7-5. ألو؟ أيوة؟ نجيب سالم؟ طبعاً هذا رفيقي. رفيق طفولتي حبيب قلبي. رجع؟ ايمت؟ امبارح؟ متأكدة حضرتك رجع على البلد؟ لحظة انا بعرف انه هو مسافر من دهر وما بده يرجع. امبارح؟ ايه استاذ كمال، هو اعطاني ورقة وقال لي اذا صار شي دقي لهذا الرقم. ايه من شوي اجوا اخذوا، ما صار لهم ربع ساعة. والله ما خبر حدا، نحن أهله تفاجأنا فيه. ما لازم تكون تعرف عوايده. ولو أنا اللي بعرفه، بدك تعلميني عليه؟ ليكي لا تتوتروا ولا تقلقوا، هن ما بيقولوا لوين آخدينه. رح أعمل كل اتصالاتي واللي بقدر عليه. إيه هو لو هذا رفيق عمري. طيب نسيت أسألك، شلون جبتي رقمي؟